تكثر في بلادنا عبادة القبور والتعلق بها، وبعض الدعاة هناك لا يهتم بالنهي عن مثل هذا، فما نصيحتكم لنا ولهم في هذا الأمر؟ أنتم أن تبينوا لهم وتعلموهم ترشدوهم، يهدي الله من يشاء ويكون لكم الأجر. أما السكوت وتركهم هذا يسألكم الله عنه يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لطلب العلم، فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه وظيفتكم، نشر العلم ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، تعليم الناس. نعم.